ما بلش. السلام عليكم. صلي باي. قولوا عليكم السلام. السلام عليكم. صلي باي. شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله زين. انت ايش ما تحب تروح على الروضة؟ السماء الروضة. شنو السبب؟ قول للمشاهدين شنو السبب؟ ايش ما تحب تروح على الروضة؟ قولهم شنو السبب؟ قولهم عليش هنا. ايش ما تروح؟ لا. ها؟ لا. وحمزة يا شباب زلمت زين، بس انه بيه 99 عله، بيه 99 عله؟ ايه. يقول ما اعترف هو. لانه ما يحب يروح على الروضة ويظل قاعد على الهاتف، الحين انت مزعوج لانك ما خلاك تتفرج على الهاتف؟ ايه. الهاتف خطأ مو خطأ؟ ايه. شو تقول للاولاد؟ تقول لهم تتفرجون على الهاتف خطأ؟ قولهم. كل خطأ تفرجون على الهاتف. ما دوال. نقول بتطيعون أهلها؟ إيه. شو يطيعون؟ أم ماري. وبابا؟ إيه. دعود سال. ويقولون عقلي؟ تقول أفا. إيه. دعود ماما تفرش. إيه. خلاص باي. ايه حمزة الصبح كنا الحمزة يسوي لنا زيت وزنبلات ومغلات المصريين، عشان تصيح الصبح تقول ما اروح على الروضة، نركب القطار باش راس نبان وتقوم تصيح ما ادري اروح على الروضة ما ادري اروح. عليس مشان انه لا، بس مشان انه لا؟ ايه. ما في شي سبب؟ ماما وبابا. ولازم انت لازم تنام بكير، حس بعد ما خلص تصوير تنام بكير حس الساعة 9. اوكي؟ خطأ أفضل فايق. أوكي؟ قصي آدم وعايشة نامة عمار، ولازم تكون شاطر وتنام مثلها. هتروح تنام بعد شوي. أوكي؟ ما نام. عليش؟ لأن لا، لأنك ما تنام أنت تسهر الساعة 11، بعدين أنت الصبح تكره تقوم على روضة. لا. أنت تحب تروح على روضة ما تحب، بس ما تروح هناك على روضة عشان ما تقول للآن تقولها ما أحب أجي على الروضة، تحب تروح على الروضة بس تصل هناك لأنك نعسان؟ إيه. ها؟ إيه. مشان هيك تنام بكير النوم؟ إيه. شاطر أنت؟ إيه. تطيع الماما والبابا؟ إيه. وشو تقولهم آخر شيء باللقاء؟ أسطول لك. أيوة. أسطول سيل. أيوة. أسطول سبت لك. والسلام عليكم. سلام. باي. باي.